ممكن بملون ويلتون هالريشة بتحطيها بتغطيها بهالشكل وبتلوني بهالشكل. خدي كاشف وغامق، بعدين هذا بدي ألونه ذهبي بزيادة روح اللوز وممكن بعصير روح الليمون بهالشكل صبايا. ممكن تعملي بعجينة اللوز تلوني أخضر. أنا اتساءلت من الموضوع، تعباني شوي واعتبرتها طعم أطيب نفس أطيب. لونتها بهالشكل، رح أفرجيكم الشكل النهائي بإذن الله. بدي ألون الوردات لون ذهبي بهالشكل صبايا. بهالشكل ممكن أتركها بس هيك. بهالشكل. ممكن أخذ غامق بعدين أسحبها بهالشكل. ممكن تحطي فستقة هون، أنا ما رح أحط، بدي ألونها ذهبي. وطبعا ممكن فضة على راحتك، ممكن زهر الوردة تلونيها أنت على كيفك، اختاري الملون. ممكن تتركيها بكل بساطة بهالشكل وتحطي فستقة بداخلها، تقسمي الفستقة بالنص وتزيني عجينة اللوز. شو بهالشكل وقفت معي. كيك مع بسكويت مغطس بالجليز ومغلف طبعا بموس الفانيليا وممكن بموس الكراميل نزلت لكم اياه، وحبيت ازينه بالاصاله مثل ما قلت لكم راحه. وهلا عم بعمل الاصاله الثانيه وهي المرسبان اللي عجينه اللوز. صباحكم صبايا، هي عجينة اللوز المرسبان الأصلية، نزلت طريقتها مفصل بالفيديو بقناتي. كاسة لوز مع 3 أرباع كاسة سكر بودرة، لا تكتروا سكر لأنه بدنا نحسب حساب، بنضيف 3 معالق جلوكوز. نزلت طريقته بقناتي، رائع، هو عبارة عن قطر سميك. المهم بتطحنوهم كلياتهم بالطحانة وبتعجنوهم مع 3 معالق جلوكوز وغطى روح اللوز وغطى ماء الزهر. بصير عندك عجينة رائعة بتشكلي فيها هالورود، ممكن الشكل القديم. أنا حبيت أدعمها بنفس أطيب، حطيت عواد الورق ما شكله بنفس عجينة اللوز، وألون ملون أخضر جل. حطيت حمصت لوز بمسح الطواية بزيت مازولا، وبعدين حمصت اللوز ونشفته منيح من آثار الزيت نهائي لأخذ التحميص لأخذ طعم أطيب. ووقت التشكيل شكيت اللوزة بهالشكل على الأطراف لتبين أوراق للوردة. صبايا ممكن ملون الزيتي تبع الشوكولات وممكن ملون ويلتون. باخذ صبايا بهالشكل من فوق من الورقه وبنسحب لتحت بهالشكل لتاخدي الوان. نحن بنعرف اللوز له خطوط، خطوط بتلاقيها بتعطيكي مثل ورق الشجر. رح ألون الوردة عفوا بلون ذهبي، ممكن أي لون. ممكن أنت تضيفي لون للعجينة المرسبان، وممكن تستعملي هالألوان بالريشة تلوني الورود على كيفك.
بهالشكل صبايا. هي مقمرة اللوزة وممكن بهالشكل. انا ما عم بستحكي عم بصور وبنفس الوقت عم بشتغل. المهم بهالشكل صبايا. ممكن تحطوا فستقة بالنص بهالشكل. هذا عملت الكيك سقيته ميروار وبنفس الوقت زينته بالأصالة الراحة، الراحة الحلبية الأصيلة اللي بتاخد العقل. دعمنا بنكهة عربية. نحن ما بنستغني عن النكهة العربية بشكل عام والسورية بشكل خاص. من جروب مطبخ دلال حناوي للنواعم والمبتدئات، خطوة بخطوة. وأهلا وسهلا فيكي صبية، إن حبيتي تتابعيني تابعيني على قناتي باليوتيوب. مجرد ما تبسي زر الأحمر مربع اشتراك رح يوصلك كل جديد بمصداقية تامة. منزلة طريقة الجليس الميروار، نزلته بالشوكليت. نزلت طريقتين، في طريقة فيها نسبة الشوكولات عالية وفي طريقة تانية نسبة الشوكولا بتكون أقل مشان التكلفة. ونفس الوقت نزل المارسبان، ممكن تشوفوه مفصلا بقناتي وتطبقوا الطريقة. دايما أنا بدعم الفيديو بشرح لياخدوا فكرة أكبر ومن خلاله كأني جاوبنا على أسئلة الصبايا. بالجروب بدي احط لون ذهبي، هذا هو، وممكن لون الفضه. فبدنا ناخذ طريقه شلون بدنا نضيف. ممنوع الماء، ممكن روح اللوز، ممكن كريسكو صبايا، ممكن زيت. بنشكل بهالشكل صبايا، افرجيكم اياها، يعطيكي لون بجنن. ممكن بس الاطراف وتتركي بالنص الوردة، وممكن تعمليها كلياتها بهالشكل. حطيت شوي صبايا هون بهالشكل. بهالشكل الصبايا بهالشكل. وممكن أكثر إذا بدك تزيدوا لها بهالشكل صبايا. ممكن بس الاطراف صبايا بهالشكل، مثلا ما بدنا كلياتها بهالشكل. بس هيك بس بكفي بهالشكل صبايا. في منهم بيحبوها حسب الطلب، في منهم بيحبوها طلس بهالشكل. كافي بكفي صبايا هيك سهولة، بيعطي لمعة حلوة كتير. في مثل الجليتر كمان بهالشكل صبايا. إذا بدكم إياها طلس بهالشكل.
بيطلع مثل الجولدن ذهبي. صبايا هلا بفرجيكم اياها على الضوء ما اروع. حسب انتي ما بتحبي. خلص صبايا بهالشكل زينت هالقالب بدي هديه. وهذا الطبق صبايا رخيص كتير، ممكن وقتك تروحي عند رفيقتك تاخدي وما ترجعي على البيت. وبنفس الوقت خفيف الوزن جدا. مثل ما قلت لكم زينت الكيك بقطع الراحة والعجينة اللوز الأصلية اللي اسمها مارسبان، هدول هم صبايا. هدول الورق لوزات من عجينة لوز، هدول لوز محمص حطيته بهالشكل على شكل أوراق. وأهلا وسهلا فيكي صبية، تابعوني على جروبي وبقناتي خطوة بخطوة مع دلال حناوي مدام صابرين طه.